اليوم في هذا الحفل ديال التنصيب ديالي واللي صار عليه السيد الكاتب العام للوزاره، كيشرفني انني ننقل للراي العام اننا ان شاء الله غادي نشتغلوا بكل روح الوطنيه وبكل تفانين للرقي بالمنظومه التربويه داخل هذه الجهه. ايضا هي فرصه باش ننوه ونثمن العمل اللي قام به السيد المدير الاكاديميه السابق والفريق ديال العمل، يعني لا على صعيد الاقاليم ولا على صعيد لا على صعيد العماله والاقاليم ولا على صعيد رؤساء الاقسام والمصالح وكل مكونات المنظومه التربويه، وايضا فرصه باش ننوه بهذه الجهه اللي هي يعني بها شركاء وازنين، شركاء من العيار الثقيل واللي يعني ينخرطون في تنزيل اوراش المنظومه التربويه، لا من على صعيد يعني المنتخبين ولا السلطات العسكريه ولا الامنيه ولا المحليه، وايضا المجتمع المدني، فيدراليات وكونفدراليات امهات واباء واولياء التلاميذ، جميع جمعيات المجتمع المدني اللي كتشتغل مع المنظومه التربويه بكل حس المواطنه، وايضا وسائل الاعلام اللي هي واحد السلطه قويه في ايصال المعلومه وفي ايصال يعني الاوراش اللي كتقوم بها المنظومه التربويه. هذا يوم يعني اللي كنعتبر هذا التنصيب هذا هو تكليف اكثر منه تشريف، لان الحجم ديال المهمه كيتطلب واحد الانخراط، كيتطلب واحد يعني الاستماته في والمداومة على تنزيل الأوراش، ولكن هذا الشيء من طبيعة الحال فريق عمل اللي هو ملتزم، فريق عمل اللي غادي يكون يعني العمود الفقري ديالو هو المديرين الإقليميين وأيضا رؤساء الأقسام والمصالح. طبيعة الحال ملي كنقول المديرين الإقليميين راه يمثلون السادة المفتشين، السادة مديري المؤسسات التعليمية، السادة الأطر التربوية والتقنية، يعني جميع مكونات المنظومة التربوية.